أهلا بيكم مرة أخرى في الأهلي في المونديال. يمكن قبل ما نبدأ حلقتنا حابب أكلمكم عن ليه النهاردة شريك الرحلة أحمد أسامة صديقي وأخويا العزيز مش موجود. يمكن أحمد وهو جاي الحلقة اتعرض لحادث مروري، الحمد لله هو كويس ودي أهم حاجة، ولكن ما قدرش يكون موجود. كل تمنياتي ليه ان هو يكون في افضل حال، وان شاء الله هتشوفوه في مكانه قريب جدا زي ما انتم بتحبوا تشوفوا الثنائيه دي اللي دايما هي كمان بتحب تكون موجوده معاكم بالتركيبه اللي انتم تعودتوها والتركيبه اللي انتم بتحبوها، يعني ظرف عارض. وانا اكيد قبلكم حابب اسمع صوت اسامه النهارده واطمن عليه. ازيك يا اسامه؟ لسه أسامة مش معانا، بس أكيد هيكون موجود معانا عشان نطمن عليه. تمام، أسامة رجع معانا. إزيك يا أسامة؟ طمنا عليك ويا رب تكون بخير. أكيد الناس كلها حابة تطمن عليك كالعادة، بفتقدك وكالعادة دايما بنكون مع بعض. إن شاء الله الحلقة الجاية نكون مع بعض في أقرب وقت. حبيبي يا فارس، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل المستمعين. الحمد لله، يعني خير الحمد لله، يعني حادثة بسيطة وقدر الله ما شاء فعله، الحمد لله رب العالمين. أنا بخير الحمد لله. الحمد لله يا أسامة، إن شاء الله هننتظرك كلنا نكون موجودين مع بعض الحلقة الجاية، وبإذن الله دايما كده نكون سوا، والحمد لله إن أنت كويس ودي أهم حاجة. الحمد لله يا حبيبي، والحمد لله يعني كويس إن أنت كلمتني عشان برضه يعني لو حد يطمني يبقى الأمور كلها خير. الحمد لله أنا بخير، حاجات بسيطة وكلها كله خير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا أسامة. التوفيق ليك وتقدم حلقة إن شاء الله مميزة بإذن الله. إن شاء الله يا صديقي، ومنتظرك أكيد الحلقة الجاية في الأهلي في المونديال. بإذن الله حبيبي. حبيبي. اطمنا على أسامة في بداية حلقتنا. أنتوا اتعودتوا تشوفوا الثنائية فارس وأسامة، أسامة وفارس كالعادة بنكون معاكم.